معي من ابو ظبي سياده العميد خالد النسي المحلل العسكري. مساء الخير، اهلا بك معنا سياده العميد. يعني من كم يوم كنا عم نحكي معك عن تطورات بالمسار العسكري لهذه العمليه، عمليه حسم وجود الحوثيين في اليمن، كيف تسير سياده العميد؟ وبالمقابل نتحدث، ما زلنا عن انتهاكات للحوثي، ما زلنا نتحدث عن كالعاده استهداف مدنيين بمأرب، قام باستهداف سوق. طبعا الجديد انه مثلا انه هناك في مستجدات فيما يتعلق بالتحديد، لا نقول مثلا محافظه سعده بشكل عام، ولكن نقول مران، وهي المران لما نقول مران هي المعقل الرئيسي للقيادات الحوثيه بما فيهم زعيم الجماعه، بما فيهم ايضا كل الخبراء والمستشارين خاصه من الايران ومن حزب الله، هم موجودين بالتحديد او طبعا موجودين في صعده في الحدود، لكن اكثر تركيز لهم هو موجودين في جبال مران. هي طبعا الان بعد السيطره على الملاحيض، وفي قبل كذا مثلا وصلت القوات الى جزيره حيدان، فبالتالي اصبحت هذه المنطقه على بعد من 7 الى 10 كيلو من تواجد القوات المقاومه المسنده ايضا بالتحالف. الجديد مثلا انه مثلا حتى هناك في مستجدات من الجهه الشرقيه من صعده، من جهه مثلا من جهه محافظه الجوف الان السيطرة على او هناك صارت في مديريه فرط العنا باتجاه صعده. ايضا هناك في تحضيرات بالنسبه للمعركه الساحل الغربي، وحنا نتابع انه في تحضيرات، وربما تكون العقبه الوحيده هي مديريه الجراحي، لكن احنا على ما متابعتنا انه خلال ان شاء الله في اليومين القادمه بنسمع ان شاء الله مفاجات يعني سارة في هذا الجانب. ايضا مثل ما تفضلتي انه مثل ماذا يعني المتوقع تقدمه اضافه الى ما يحرز الى هذه اللحظه سياده العميد؟ هي الظروف ما هي اكثر انه هناك تكون انتصارات سريعه وخاصه فيما يتعلق بمعركه الساحل الغربي، احنا كلنا نتابع هذه المعركه هذه الجبهه بالتحديد، لانه المتوقع ايضا انه هناك في عده عوامل، يعني انه هناك في قطع بحريه موجوده في البحر بعد سنه القوات البريه، ايضا ارض مفتوحه، والعدو بالتحديد في هذه المنطقه ليس لها قابليه وليس لها حاضنه، وهو يعاني، واكثر مقاتلين انسحبوا الى 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 صعده تقريبا، بقيوا بس في هذه الجبهه ابناء المحافظه تقريبا ابناء من 4000 الى 5000، اذا هذول بس ليس موالين ولكن تحت التهديد، تحت استغلال ظروفهم فقط. فبالتالي احنا راهن على منطقه معركه الساحل الغربي، لكن ايضا الانتصارات اللي موجوده الان هي بتربك الحوثيين كثير، وخاصه في معقلهم الرئيسي، والدليل على ذلك انه بدا يتخبط، بدا مثلا يطلق صواريخ ومتسابه باتجاه الاحياء المدنيه مثل ما حصل تفضلتي في مأرب، بالامس ضربوا مثلا يعني رموا صواريخ باتجاه مدينه حيس، وراحوا ابيام من نساء واطفال، فهذه يدل دلاله واضحه انه فعلا يتخبط، وربما تكون ان شاء الله انه يعني دلاله انه نهايته هذه بتكون ان شاء الله. أنا أشكرك جزيلا، كنت معنا من أبو ظبي سيادة العميد خالد النسي المحلل العسكري.